هلا، اسمي أيمن عيتاني وأنا رائد أعمال. رح استعمل خبرتي ببناء مؤسستي الخاصة حتى شارككم بالنصائح والإجراءات العملية يلي بتستفيدوا منها بعملكم على صعيد يومي. أنا مستشار المؤسسين الفاوندرز لتطوير مؤسساتهم من خلال استقطاب العملاء وبناء فرقهم الداخلية. ساعدت مؤسسات مثل مؤسسة كريم يلي استحوذت عليها مؤسسة أوبر بقيمة تفوق 3 مليارات دولار، وساعدت مؤسسة ماتك اللي هي منصة تقنية ريادية. أنا ضيف على عدة برامج إخبارية مباشرة للتعليق على التغييرات بالتكنولوجيا وكيف بتأثر علينا كمؤسسات وكأشخاص. تقليدياً كمهن منفضل عادة كمجتمع إنه يكون الناس عم تفوت بمهن ثابتة شوي قبل ما تدخلها. واتساب هلأ بهذا كل الحكي والضغط اللي صار هلأ رح يكونوا أوضح أكثر بكثير لشو هن المعلومات اللي عم يستخدموها. أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية في إمارة دبي. بس أنا هلأ بهيدي الفورة عملت جروب خاص إلي بحكي فيه عن أمور خاصة بواتساب وتليجرام وريادة الأعمال. في جروب هلأ حيلا شخص بيفتش على أيمن عيتاني بيلاقي هالجروب بيتواصل. وأنا مستشار للمؤسسات الحكومية والتجارية لبناء برامج الشركات الناشئة ستارتابس، وأنا متحدث بالمؤتمرات العربية والعالمية حول مواضيع ريادة الأعمال. وشو ما كان عندكم مشاكل بالشغل اطرحوا أسئلتكم علي وأنا حاضر للإجابة.